وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الموضوعات، الأخبار، المقالات والحوارات المتعددة، سواء بقى من الصحف أو المواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. هنبتدي أول خبر معانا بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد سيادته لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية. شهدت المائدة المستديرة حوارا مفتوحا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصري. كما أعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعما لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى. أستاذ محمد، يعني خلينا نتكلم في هذا في هذه النقطة تحديدا. لما الرئيس بيحضر مائدة مستديرة مع كبرى الشركات المصنعة للنقل الذكي، وهو خلينا نقول هذا المعرض وهذا المؤتمر التوجه إلى 2030، هذا يعطيني إيحاء بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تعرض أمام الرئيس ويتم مناقشتها في مثل هذا المنتدى. بداية طبعا الدورة الرابعة لمؤتمر النقل الذكي، طبعا شهدنا الافتتاح الذي تم بالأمس. حجم المشاركات حجم كبير جدا، عندنا حوالي 250 شركة محلية وعالمية من 20 دولة مشاركة في هذا المعرض، تقدم أحدث منتجاتها خبراتها. الهدف من المعرض هو نقل التكنولوجيا والأفكار ورؤية مصر في تحقيق بنية تحتية، سواء كان في مجال الطرق سواء كان في مجال النقل، والاستفادة من الخبرات هذه الشركات العالمية. عندما نجد أن الرئيس بنفسه مهتم بهذا المؤتمر ويتحدث مع كبرى الشركات العالمية من خلال المائدة التي تمت المستديرة التي تمت مع كبرى الشركات العالمية، تؤكد على أن رأس الدولة المصرية تهتم بعملية البناء وتهتم بحوار مع هذه الشركات والاهتمام بهذه الشركات، سواء كان شركات خاصة، شركات كبرى، مجموعة من الشركات، مجموعات الشركات الكبرى يعني، لتذليل جميع العقبات في تحقيق شراكة حقيقية بالنسبة للتعاون مع الجانب المصري. أيضا الرئيس تحدث خلال المائدة المستديرة، تحدث عن إمكانيات الدولة المصرية سواء كان بالنسبة للطرق الكباري، تحدث عن فرص الاستثمار، تحدث أيضا عن البنية التحتية التي تمت من خلال المشروعات القومية التي قامت في، على سبيل المثال عندنا 7000 كيلو متر تم إضافتهم بالنسبة للطرق، عندنا أيضا الاهتمام بالموانئ البحرية ميناء العين السخنة على سبيل المثال 12 كيلو، عندنا يعني العديد من الإنجازات التي تحققت والتي نهدف أيضا من خلال هذه اللقاءات الاستفادة من هذه الخبرات في إتاحة المزيد من الفرص في المشروعات القومية الجديدة لمشاركة القطاع الخاص والدول الكبرى بخبراتها، مثل القطار السريع، مثل القطار المعلق، مثل أيضا فائق السرعة.
إذن عندما يتحدث الرئيس عن إمكانيات الدولة المصرية وعن المشروعات القومية وعن مقومات الدولة المصرية، سواء كان في توفير الطاقة، سواء كان في توفير الأمن والاستقرار، إحنا بالفعل الدولة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر من خلال تدريب العمالة من كبرى الشركات العالمية. أستاذ محمد، عايزة أقف عند نقطة الرئيس يعني ركز عليها، وهي المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، خاصة أن الرئيس قال كلمة في غاية الأهمية، أن هذه المنطقة فيها فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان، ليس فقط استقرار لكن مكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا أمنيا اقتصاديا. هل هذا يعني يعطينا مؤشر، خليني أقول، أو أن هناك توجه إلى النهوض بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الشركات العالمية، وتبقى يعني منطقة عالمية خليني أقول الفترة القادمة؟ يعني بالفعل طبعا عندما يتحدث الرئيس عن عملية الاستقرار، احنا عارفين طبعا ان اي مستثمر اجنبي بيجي يستثمر لابد من توافر عدة شروط، منها الاستقرار الامني. ما فيش شركة هتجيلك تضخ مئات الملايين او المليارات في مكان في نزاع، في عدم استقرار، بالإضافة أيضا إلى تشريعات قوية. نعم. وإحنا عندنا قانون الاستثمار الموحد، عندنا الشباك الواحد، عندنا أيضا الطاقة، ويعني تزويد هذه الشركات بالطاقة وتوفير الطاقة. احنا حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز، كنا الأول بنستورد ب2 مليار دولار، استطعنا من خلال الاكتشافات الجديدة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحنا الآن محط أنظار العالم، أصبحنا مكان إقليمي للطاقة، خاصة منتدى شرق البحر المتوسط. بالفعل رأس المال جبان، ولابد من يعني أن نرسل رسالة طمأنة إلى هذه الشركات بأن الوضع مستقر اقتصاديا من خلال تشريعات اقتصادية تحافظ على الحقوق، وأيضا من الوضع الأمني، وضع يعني هناك حالة أمنية بشكل يعني متميز جدا بتشهد عليه المنطقة أجمع، وإحنا شهدنا احنا حاربنا كتير جدا العمليات الإرهابية، واستطعنا ان نحقق انتصارات عظيمة وتضحيات كبيرة في تحقيق الامن والاستقرار. عندنا ايضا عدم تمديد حالة الطوارئ، وده ايضا اعطى مؤشر. نعم. على ان الدولة المصرية دولة قوية، دولة عافية، لديها من الامكانيات الامنية والتماسك المجتمعي في والرغبة حقيقية في عملية النهوض والتنمية. خليني أنتقل إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مساء أمس مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض ملفات العمل المشتركة في إطار التنسيق المستمر بين البنك والحكومة. وثمن رئيس الوزراء الجهد المبذول من مسؤولي البنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة. الاجتماع ده كان مهم قوي، لأنه الاجتماع هو قال التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي، وأنه بيدعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، والعالم في أزمة اقتصادية، والعالم في حالة تضخم كبيرة، وكلنا خلاص ما بقاش حاجة يعني محدش عارفها. هل يستطيع البنك المركزي في خلال حالة التضخم العالمية وزيادة الأسعار وزيادة أسعار البترول أيضا، يعني سعر البرميل بيزيد، إنه هو بما لديه أن يصمد في وجه هذه التحديات؟ طب احنا استطعنا فعلا ان احنا ننجح. نعم. نحقق نجاحات ملحوظة جدا في أزمة كورونا على سبيل المثال. أزمة كورونا أدت إلى العديد من المشكلات الاقتصادية في العالم كله، إلا أن الاقتصاد المصري اقتصاد عافي منذ تحرير سعر العملة في 2016 والتشريعات الجديدة وسياسات البنك المركزي في الحفاظ على يعني معدل
التضخم، بالإضافة أيضا إلى تدخله في الوقت المناسب في العديد من المبادرات الرئاسية، وشهدنا ذلك في تمويل الاستثمار العقاري وغير ذلك من يعني المبادرات الكبيرة جدا التي قام بها البنك المركزي. بالإضافة أيضا إلى أن هذا اللقاء هو لقاء تشاوري، و يعني من ضمن سلسلة اللقاءات التي تتم مع الحكومة مع البنك المركزي، خاصة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أنه يثمن دور البنك المركزي في الوقوف مع الاقتصاد المصري في النهوض أو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمت خلال الأشهر الماضية أو السنة الماضية من جائحة كورونا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نجد أن البنك المركزي لديه من الآليات ولديه من الرؤى في دعم الاحتياط النقدي وأيضا المساهمة في المشروعات القومية، وبالتالي لابد أن يكون هناك استجابة لقرارات البنك المركزي والتفاهم ما بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة مؤسسات الدولية أشادت بالأداء الاقتصاد المصري وموقف الاقتصاد المصري القوي، وأصبحنا الآن محط أنظار العالم، بل مصر أصبحت هي الرقم واحد في أفريقيا في جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل الأراضي المصرية في العديد من المشروعات، عندنا خريطة استثمار كبيرة جدا، وبالتالي نجد أن البنك المركزي هو الداعم، والبنك المركزي هو الذي هو يعتبر بالنسبة للدولة المصرية هو يعني الحصن للدولة المصرية في سواء كان في التعامل مع المؤسسات الدولية أو بالنسبة للمشروعات القومية. نعم. لسه احنا مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اكد على ضرورة الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الاخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلقى اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، وكذا عدم السماح لطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مشددا على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع. طيب يعني لقاحات وعندنا ومش لقاح واحد، ده احنا يعني كله تقريبا كله عندنا خلاص في مصر، من فايزر لموديرنا لأسترازينيكا لسينوفارم بسينوفاك بكله موجود عندنا، بجونسون اند جونسون برضو يعني هقول كده، وما زال حتى الآن والحكومة قالت يا جماعة خلاص من يوم 15 مفيش حد هيخش مكان، وده ده بنتكلم على طلاب الجامعات و المصالح الحكومية وسيليها هيتبقى مصالح كتيرة جدا، سواء بقى هنتكلم على بنوك سواء هنتكلم على حاجات كتيرة مش هينفع تخش غير لو واخد اللقاح. لماذا حتى الآن برغم كل الجهود اللي عاملاه الدولة سواء من مراكز متعددة من خليني أقول التطعيم، كانت في عربيات متنقلة كمان يعني عشان تطعم الناس، كل الحاجات موجودة، وحتى الآن هناك أشخاص يعني متخوفين او ممتنعين والعالم كله خلاص كله بيطعم. بص حضرتك احنا بنراهن على الوعي. الوعي المواطن المصري. الحكومه ارد عليك اتفضل ارد عليك في الحته دي، ما هو انت لما بتقول الوعي بيجي يقول لك ايه؟ لا انت مش عارف، المؤامره هي اللي حوالينا، انت مش واعي، انت اللي مش واعي. ما هي دي يعني المنطق اللي بيتكلموا طب انا هرد على حضرتك، انا دلوقتي بالنسبه للمواطن البسيط، احنا دلوقتي الحكومه من خلال اللجنه العليا لاداره الازمه حطت قوانين ووضعت ان ابتداء من يوم 15 مش هيخش اي مصلحه حكوميه او الجامعه الا ب يعني ما يثبت ان تم التطعيم. اوكي؟ طيب مفيش موظف هيخل بنظام العمل بتاعه الا يعني بعدم الحصول على التطعيم. إذن الجهاز الاداري للدوله هيكون ملتزم وهيكون في قرارات رادعه لكل من يلتزم لا يلتزم بهذا القرار. ده بالنسبه للجهاز الاداري للدوله مجبر. طيب بالنسبه للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار اكد ان في 90% من الطلبه المنتظمين حصلوا على التطعيم. الحمد لله. فدي بردك مؤشر كويس جدا. طيب نيجي بقى للمواطن العادي. المواطن العادي
طبعا احنا الفترة اللي فاتت كان في حالة من حالات يعني العشوائية في التعامل مع فكرة اللقاح. لا ده بيسخن، لا ده بيعمل، ده انا مش هقدر اروح شغلي، لا انا مش هقدر اروح مشواري. لكن انت دلوقتي في حالة من حالات الالزام، مش هتقدر تخش مصلحة حكومية تخلص مصلحتك، لا بنك ولا بريد ولا تاخد معاش ولا كذا، الا لما تحصل على اللقاح. وبالتالي مجبر اخاك لا بطل، لابد ان تاخذ، اذا لم تاتي بالقناعه الذاتيه بان الدوله تعمل لمصلحتك، لا ده انت علشان تقدر تحقق مصلحه او خدمه في اي مكان حكومي لابد ان تحصل على هذا اللقاح. وعندك يعني اوبن، انت عندك حاجات كتير جدا يعني متاحه. يعني شوف انت الكلام بيتقال كويس على اللقاح الصيني خده، اللقاح المصري خده. وبالتالي احنا وفرنا جميع اللقاحات للحصول عليها. نيجي لموضوع المنظومة التعليمية. التعليم او التعليم الجامعي قال ان محدش هيخش امتحانات الترم الا اذا حصل على اللقاح. وبالتالي عندنا ارضك في الفترة اللي جاية هيكون في اعداد كبيرة جدا لما تحصل هتحصل على هذا اللقاح. وبالتالي اعتقد مع مرور الوقت ومع جهد شوية من وزارة الصحة في الوصول إلى النجوع وإلى المناطق المحرومة من الخدمات الصحية، يعني طبعا في قوافل، مش هننكر ان في قوافل بتتم، لكن لابد ان احنا ننزل للنجوع وننزل للقرى يعني اللي هي مترامية الأطراف لكي تحصل على هذا اللقاح من باب المحافظة على الصحة العامة. نعم. واحنا عارفين ان احنا الدولة المصرية عندنا ركنين أساسيين، التعليم والصحة، ودي من ضمن الركائز الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرؤيته لمصر الجديدة. وبالتالي احنا خلال الفترة المقبلة ان شاء الله يعني اعتقد ان كمية كبيرة جدا او نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري هيتم لقاحها في خلال الاسابيع الماضية. نتمنى ان شاء الله. هروح بقى للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. قالت ان الفرصة الان مواتية في ظل تنظيم الجناح المصري في معرض اكسبو دبي الذي حقق نجاحا كبيرا، مما يدفعنا الى الاستفادة من هذا النجاح في زيادة الترويج لمبادرة اتكلم عربي من خلال عقد ندوة تتحدث عن أهمية اللغة العربية خلال فعاليات المعرض ويشارك فيها شخصيات عربية مهمة. طبعا يعني هي فرصة ان السفيرة نبيلة مكرم معالي الوزيرة انها يعني الحمد لله ان الجناح المصري في اكسبو دبي بيلاقي قبول كبير جدا. يعني اعرف ناس كتيره في دبي بيقولوا لي ان الناس واقفه بالطوابير علشان تخش الجناح المصري، ويمكن اللي مشجعهم اكتر اثرنا الفراعنه، يعني العالم كله عنده هوس بالفراعنه. فان انا انتهز فرصه هذا النجاح ولمبادره اتكلم عربي، اعتقد ان دي ممكن تروج للمبادره يعني بشكل او باخر. بالفعل يعني اكسبو دبي منصة عالمية. نعم. وعشان بس اوضح بس للساده المشاهدين، هي 6 شهور. وبالتالي متاح ليك ان انت تعمل حاجات كتير جدا. متاح ليك ان انت تعرض يعني مقاصد سياحية، متاح ليك تعرض منتجات مصرية. المعرض بالفعل حقق نجاحات كبيرة جدا، وكبرى يعني كبرى الشخصيات في الوطن العربي وفي العالم ظهرت هذا المعرض واشادت بهذا المعرض والجناح المصري على وجه الاخص. وبالتالي عندما تذهب السفيره نبيله مكرم الى انطلاق المرحله الثانيه من اتكلم عربي، ومبادره اتكلم عربي هي مبادره الهدف منها هو المحافظه على الهويه المصريه والثقافه المصريه لابناء المصريين في الخارج. طبعا احنا عارفين ان الجاليات المصرية منتشرة في العالم، طبعا بيتطبع بطبع الدولة الموجودة فيها او المقيم فيها. هذه المبادرة الهدف منها هو تعلم اللغة العربية والثقافة المصرية والحضارة المصرية، ويكون في ربط ما بين يعني المصري المقيم بالخارج ومع الدولة الام. وشاهدنا يعني خلال المؤتمرات والندوات التي عقدت بين السفيرة نبيلة مكرم والجاليات في على مستوى أنحاء العالم،
كمان سمحت لهم بالمشاركة في المشروعات القومية بأفكارهم بإسهاماتهم بالتبرع للعديد من المبادرات. إذن هناك ربط ما بين المصريين بالخارج وبين الوطن الأم. هناك أيضا يعني خلال لقاء ببرنامج زوم مع رئيس البرلمان العربي أكدوا على أن هناك تنسيق ما بين البرلمان العربي وبين السفيرة نبيلة مكرم في إطلاق ندوة في هذا المعرض لإطلاق المرحلة الثانية لإتكلم عربي، وأن السيد رئيس البرلمان العربي أكد على أن كل الإمكانيات متاحة لنجاح هذه التجربة ونجاح هذه المرحلة الجديدة، خاصة في الاحتفال باليوم اللغة العربية في 18 ديسمبر المقبل. وبالتالي هي مبادرة بناءة، مبادرة الهدف منها الوجدان المصري والشخصية المصرية المحافظة على التراث المصري أيضا والتاريخ المصري وخاصة التاريخ الفرعوني. خليني أنتقل بقى للشأن السوداني، وحنرى تصريح لقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حميدتي في كلمة مسجلة، قال إن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. وأضاف حميدتي: نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد. كان البرهان قد أكد في وقت سابق الأحد التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب، بينما أكد وفد من الجامعة العربية حل بالخرطوم أهمية اعتماد الحوار. وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان. أستاذ محمد، يعني خليني أتكلم أنه الكلام اللي اتقال سواء بقى من السيد حميدتي أو من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان كلام كويس عن الفترة الانتقالية، لكن خلينا نقول على الأرض الموضوع مش ماشي بهذه السهولة أو بهذا اليسر. طب أنا بس عايز أوضح حاجة بالنسبة للمشهد السوداني. المشهد السوداني مشهد معقد حاليا. هناك وجهات نظر متدينة ما بين المكون المدني والمكون العسكري. منذ ثورة التي تمت في السودان ومنذ إقرار الوثيقة الدستورية في 2019 ومشاركة المكون العسكري للمكون المدني في مجلس السيادة وفي الحكومة الانتقالية أيضا وإشراف سيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على المجلس السيادي، يعني ظهرت العديد من الأزمات، سواء كان أزمات اقتصادية، واستطاع عبد الله حمدوك أنه يعني بوقوف الدول العربية في إسقاط العديد من الديون على السودان وإنقاذ السودان من الأزمة الاقتصادية في الأشهر الماضية. إلا أن هذا ما حدث يعني منذ قريب في القرارات السيد عبد الفتاح البرهان في تجميد وحل المجلس السيادي والبرلمان وغير ذلك من القرارات التي يعني اتخذها، يعني هناك آراء متباينة. هو أعلن أنها محاولة لتصحيح المسار الثوري والمحافظة على الدولة السودانية وتماسك الدولة السودانية، خاصة مع وجود بعض المشكلات خاصة في شرق السودان، وأيضا ظهور صراع في المكون المدني على المناصب والمحصصات. الفريق الآخر وهو الفريق المدني ينظر إلى أنه يريد أن يختطف السودان تحت رئاسته، إلا أن الوضع الآن ويضغط سواء كان بالمجتمع الدولي أو بالشارع والاحتكام إلى الشارع، المظاهرات وغير ذلك. وطبعا إحنا في منطقة يعني مليئة بالصراعات والتحديات الكبيرة، علشان كده كان هناك قرارات حاسمة من قبل سيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة تكنوقراط في أقرب وقت، أيضا كمان برئاسة حمدوك برضو
يعني هو طبعا ما هم هو قالوا ما هو احنا زي ما احنا يعني يعني هو هم طبعا قالوا ان هو اعتقلوا ان هو كذا. هو راجل طلع واتكلم في مؤتمرات قال ان هو معزز مكرم وتم اطلاق سراحه وسمح لوسائل الاعلام انها تتواصل معاه وسمح لي يعني ممثلي الدول الكبرى في التواصل مع السيد عبد الله حمدوك. إذن هو محاولة لتصحيح المسار الديمقراطي وتحدث أنه هو الراعي للعملية الديمقراطية ولا يريد الاستحواذ على السلطة لا هو ولا الجيش، وبالتالي دي رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمبعوث الأمم المتحدة الذي اجتمع به حمدوك واجتمع به السيد البرهان. الجامعة العربية كان لها دور مهم جدا، معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سافر إلى السودان خلال يعني الخرطوم لمدة يومين، تباحث وجلس مع السيد البرهان والسيد حمدوك وتباحث معهم وتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حوار وأن يكون هناك تهدئة للوضع وعدم التصعيد لمصلحة السودان وأيضا يعني تفويت الفرصة. نعم. على ما يحدث سواء كان في أثيوبيا سواء كان في ليبيا سواء كان يعني لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي وأيضا يكون هناك التزام بالوثيقة الدستورية وبالمرحلة الانتقالية لإخراج السودان من هذه الأزمة. هي دي طبيعة المرحلة الانتقالية، يعني دايما بتبقى فيها يعني شد وجذب خلينا نقول. لكن أنا عايز أشيد بحاجة مهمة جدا، السيد البرهان تعامل بحكمة، تعامل مع الشارع، لم يكن هناك إراقة للدماء، يعني قد يكون هناك بعض المصادمات حصلت لكن تحية للجيش السوداني إن هو قدر إن هو يمتص غضب المتظاهرين، وخاصة نحن نعلم أن هناك أزرع أيضا. نعم. داخل المجتمع السوداني تحاول تأجيج. صحيح. المشاعر وإحداث الفوضى لعدم تمرير المرحلة الانتقالية. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وقراءتك الصحافة معنا، نورتنا. جزيل الشكر. أهلا بك. مشاهدي الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هروح لتقرير عن أسطورة من أساطير الرياضة وهو نجم كرة القدم روبرتو باجيو. بعدها هنرجع لحضراتكم بفقرات أخرى متنوعة.